اختتمت فعاليات معرض إدكس 2018 والذي شارك فيه كبرى المعارض والشركات الدولية في مجالات التسليح والدفاع والأمن على المستويين الإقليمي والدولي كأول حدث من نوعه في مصر وإفريقيا. ضم المعرض المكون من 3 صالات عرض كبيرة أكثر من 316 شركة عارضة تمثل 41 دولة، بالإضافة إلى أجنحة دولية تمثل 21 دولة حول العالم، فضلاً عن تخصيص جناح للأمن ومكافحة الإرهاب لعرض أحدث المعدات والحلول التقنية التي تدعم التسليح ضد هذه الظاهرة. شاركت الولايات المتحدة الأمريكية ب42 شركة وفرنسا ب37 شركة والصين ب28 شركة، فضلا عن مشاركة الدول الصديقة والشقيقة الأخرى مثل الهند وباكستان إلى جانب الجناح المصري للصناعات العسكرية. نجاحات في كتير من المجالات مرت فيها مصر الحمد لله، وعلى رأسها طبعا الأمن والأمان اللي احنا كلنا حاسين بيه وبنعيش بيه. ويمكن اللي حضراتكم شفتوه ده أحد وسائل الأمن والأمان اللي موجودة في مصر باستعراض كافة التكنولوجيات في الأنظمة الأمنية المتطورة على مستوى الجيوش وعلى مستوى المؤسسات كلها. في حد ذاته هذا الحدث انه يكون موجود في مصر بهذه الامكانيه وبهذا الزخم، سواء التواجد زي ما كنا بنتكلم انا ونجلاء من شويه، التواجد الناس الطبيعيين العاديين اللي هي يمكن ما عندهاش اهتمامات بالتطور في السلاح، بجانب طبعا الجيوش وبجانب وزراء الدفاع اللي كانوا موجودين في هذا المؤتمر، وكمان إشادة كبيرة جدا من مؤسسات اقتصادية ودولية كبيرة جدا بتحسن الاقتصاد المصري، وانه في خطوات فعلا حقيقية وجيدة. ممكن يكون في وجع شوية، لكن بالتأكيد الحمد لله الأمور ماشية في استقرار بشكل مستمر. خلوني أرحب بضيفتي وضيفة حضراتكم إن شاء الله اللي هنتكلم كتير عن هذه المجالات، و ده بيطمننا بشكل مباشر اللي بيحصل، ودايما دور الاعلام ان هو ينور على الايجابيات، وده مبدأنا في مصر جميله. برحب بالدكتوره سماء سليمان، السيد احمد استاذ العلاقات الدوليه، برحب بحضرتك. اهلا وسهلا دكتوره. اهلا بيك يا استاذ طارق. اهلا بيك يا استاذه نجلاء، سعيده جدا بالتواجد معاكم في البرنامج المهم جدا. اهلا بيكي. مصر جميله، واذا كنا بنقول ان مصر بتستعيد ريادتها فمصر بالفعل بتستعيد المكانه اللي بتستحقها بين دول العالم في كافه المجالات. اتكلمنا عن إدكس، وبننتظر إقامة كمان المؤتمر الاقتصادي الكوميسا، وأعتقد أن ده بيدينا أفاق كبيرة جدا للدخول نحو إفريقيا. كمان كان التصريح من عدد كبير من السادة نواب مجلس الشعب بأن بالفعل مصر أو بقيادة السيد الرئيس بتنافس الآن اقتصاديا وعالميا. لو حبينا أن احنا نقول النهاردة مكانة مصر على الخريطة الدولية في كافة المجالات، نقدر أن احنا نصنفها إزاي؟ هو الحقيقه يعني حضرتك اشرتي لبعض المؤتمرات والمظاهر اللي بدا احنا نستشف منها ان مصر بدات تسترد دورها الاقليمي. خلينا نقول ان دي نتائج وليست اسباب، يعني انعقاد مؤتمر مهم جدا هو مؤتمر إدكس للدفاع في مصر وفي هذا التوقيت، ده نتيجه لمجهود كبير جدا بدا من 4 سنوات. خلينا نتكلم عن البرنامج الاقتصادي اللي بدأه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والإصلاح الاقتصادي اللي تم في مجالات عديدة جدا، ده كان ليه مردود على وضع مصر اقتصاديا في المنطقة وفي أفريقيا وعلى مستوى العالم. أيضا تزامن مع ده الزيارات الخارجية والخطة
الخارجيه اللي بتتسق مع استراتيجيه مصر 2030 والزيارات اللي قام بها السيد الرئيس سواء كانت لدول عربيه او لدول افريقيه او لدول العالم اجمع. ده كل ده كان ليه مردود على الاقتصاد المصري، ان احنا زاد يعني الميزان التجاري المصري بدا بيزيد، يعني العجز اللي فيه بدا يقل بشكل كبير نظرا ان حجم التصدير بتاعنا زاد، وايضا زاد مع الدول الكبرى يعني على راسها الولايات المتحده الامريكيه، المانيا، الصين، روسيا، وده كان ظاهر جدا في البرامج الاقتصاديه والاتفاقيات اللي تم توقيعها بين مصر وبين هذه الدول في الزيارات اللي قام بيها السيد الرئيس خارجيا. كل ده كان ليه مردود ايجابي بالاضافه لتحقيق الامن والاستقرار داخل مصر وما تحققه عمليه سيناء 2018. صحيح. بالتالي ده عكس دوله مستقره وامنه وعندها قدره على تحقيق الاستقرار سواء السياسي او الاقتصادي. بالتالي كل التصرفات دي كلها والاجراءات اللي اتخذتها الحكومه والرئاسه في نفس الوقت شجعت على الاستثمار الخارجي. مصر تعتبر الاولى في القاره الافريقيه لجذب الاستثمار الخارجي عام 2017، ده انجاز كبير جدا وده يعتبر النتيجه اللي احنا بنجنيها من الاجراءات والبرامج اللي تم وضعها ومن برنامج الاصلاح الاقتصادي. صحيح. اللي تم تطبيقه. عايز اروح مع حضرتك يا دكتور لمؤتمر يوم السبت ان شاء الله اللي هو بكره باذن الله، ده من المؤتمرات اللي مصر من 2016 بتقوم بتنظيمها وهو مؤتمر الكوميسا او افريقيا 2018. اعتقد انه التجهيزات بدأ من بدري شوية مش من النهاردة، احنا بنتكلم على 21 دولة افريقية هيكونوا موجودين، بنتكلم على ايجاد منطقة تجارة حرة ما بين هذه الدول اللي تسابقت فيما قبل عليها الصين وفرنسا ودول كبيرة جدا عايزة تخش افريقيا، لكن الاولوية كانت دائما لمصر. تقولي ايه في الجزئية دي خاصة الافتتاح بكرة بإذن الله؟ اول شيء خليني انوه ان مصر هتتقلب رئاسه الاتحاد الافريقي. نعم. في يناير 2019 مصر يعني غيرت من اجنده السياسه الخارجيه المصريه ووضعت الدائره الافريقيه على اولوياتها. في اجراءات كثيره جدا تمت وزيارات كثيره جدا تمت من السيد الرئيس، وده ما كان غير مسبوق مقارنه بالسابق للدول الافريقيه. مصر قدمت نفسها كدوله كبيره وان هي شريك في تحقيق التنمية في الدول الأفريقية. صحيح إن كان الأفارقة كانوا عاتبين على مصر إن هي يعني انسحبت لفترة طويلة من القارة الأفريقية، لكن العودة كانت قوية وكمان العودة كانت فيها ثقة كبيرة جدا في القيادة السياسية الحالية. ده خلى الدول الأفريقية هي تتصارع على إن هي اللي تقيم علاقات مع مصر في نفس الوقت. فبالتالي ده كان يعني رغبة متبادلة من قبل الجانبين سواء كان مصر والدول الأفريقية لتحقيق تنمية مشتركة. مصر في نفس الوقت عندها استراتيجية خاصة بالقارة الأفريقية لتحقيق التنمية فيها. في نفس الوقت عندها استراتيجية أخرى لتحقيق تنمية البنية التحتية في دول وادي النيل، وخاصة إن مصر بتسعى إنها تربط الدول. صحيح. سواء عن طريق كتير قوي مع هذه الدول. طبعا. صحيح. عن طريق اقتصاديا ده الأهم بالنسبة للدول الأفريقية. ان هي تربطهم اما عن طريق سكه حديد او انها تستثمر نهر النيل في نقل البضائع وما الى ذلك. ده للحقيقه وضع مصر على خريطه طريق الحرير والمبادره اللي قامت بيها الصين. الصين معروف ان هي اللي عندها رغبه انها تدخل وتستثمر في البنيه التحتيه، فبالتالي ده متوافق مع استراتيجيه مصر، وده انعكس في الزياره اللي قام بيها السيد الرئيس للصين وحضر القمة الصين أفريقيا. وبالتالي هم استمعوا للاستراتيجية مصر في القارة الأفريقية والاستراتيجية مصر في وادي النيل، واللي هي متوافقة أساسا مع مبادرة طريق الحرير. في نفس الوقت السيد الرئيس كان ليه زيارة في ألمانيا هذا العام، وأيضا لحضور قمة ألمانيا أفريقيا، والقمة دي بالفعل اتحقق فيها نجاحات كثيرة جدا على مستوى التعاون مع القارة الأفريقية، خاصة إن مصر
قدمت نموذج رائع في تحقيق الامن وساهمت بشكل كبير في تحقيق الامن الاوروبي. لان مصر نجحت في ان هي تمنع الهجره غير الشرعيه عبر حدودها. صحيح. فالتالي ده كان انجاز كبير جدا بالنسبه لدولتنا. صحيح. حضرتك على الجزئيه دي لانه لاول مره وده كان تقرير مهم جدا وبيان في هذه القمه انه ما حصلش اي نوع من انواع الهجره غير الشرعيه منذ فتره 2016 حتى هذه اللحظه. نعم. ده اللي خلى رئيس مؤتمر الدراسات الامنيه في المانيا يدعو السيد الرئيس لتقديم في المؤتمر القادم اللي هيتم عقده في شهر يناير لتقديم النموذج المصري والنجاح اللي حققه حتى هم يخرجوا بدروس مستفاده ويقدروا يعمموا ده على باقي الدول الموجوده في شمال افريقيا والدول الافريقيه عموما. كل ده كان تمهيد الحقيقه ان مصر تعود بشكل قوي جدا للقاره الافريقيه. فمن ثم كان يعني حرص مصر على عقد مؤتمر الكوميسا وبشكل لائق بالدوله وبالدول الافريقيه في نفس الوقت ان ده يكون شيء معتاد، وبالتالي ده بيؤذن لدور كبير جدا لمصر في القاره الافريقيه وده اللي بتسعى اليه مصر. عايزه اقول جزئيه اخرى، ليه مصر اللي بتكون مدعوه دايما في القمم سواء كانت الصين وافريقيا سواء كانت المانيا وافريقيا او اي مؤتمرات بتعني بافريقيا؟ نعم. إن مصر هي بوابه افريقيا بالعبور لافريقيا. نعم. بالفعل مصر تاريخها والدول بتدرك هذا يا دكتوره، يعني سواء الصين سواء امريكا بتدرك تماما ان دخولها واستثماراتها، لان خلينا نقول الاقتصاد هو مصالح مكتسبه وين وين لابد تمام. ان كل الاطراف تفوز، فهذه الدول تدرك تماما ان مصر هي زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي هي البوابه اللي هتنفذ من خلالها الى القاره الافريقيه وتقيم العديد من الاستثمارات. لكن هنا انا كدوله اصبح ليها الان دورها المؤثر زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي، بالتاكيد هناك ايضا اهداف لابد من السعي لتحقيقها، لابد من استثمار كل هذه المكاسب بشكل حقيقي يعود على المجتمع المصري ويشعر به المواطن المصري بشكل كبير. اذا كنا قدرنا ان احنا نحد من الهجره غير الشرعيه معنى كده ان الشباب في احتياج لفرص عمل وده بيتم توفيره من خلال العديد من المشروعات القوميه. المنظومه المتكامله دي ازاي اوصلها للمواطن البسيط اللي ربما يكون بيشوف الاحداث لكن عايز يتعرف على النتائج الخاصه بيها يمكن بسرعه اكتر؟ هو الحقيقة ده طبعا علشان احنا نوصل للمواطن المصري ونعرف الجهود اللي بتبذلها الدولة لتحقيق يعني مستوى معيشي مرتفع او انها تحسن من ادائه المعيشي، ده بتقوم بيه اجهزة عديدة جدا في الدولة بما فيها الاعلام. الاعلام دوركم مهم جدا في تسليط الضوء على ما يتم انجازه من مشروعات مش بس قومية لكن مشروعات متوسطة ومشروعات صغيرة الحجم. ده بيخلي المواطن نفسه بيشعر بالامان تجاه مستقبله ومستقبل اولاده، لان هي دي الاشكاليه الرئيسيه. لان كتير جدا من المصريين واحنا شايفين واحنا عايشين هذه المرحله ان في بعض زي ما حضرتك تفضلت في البدايه قلت ان في دواء يعني بيسبب بعض الالم او احنا بنعاني من بعض الالم طبعاً. بعض السياسات كل دول العالم اللي اتقدمت يا دكتور دي حقيقة. مرت بهذه المراحل وكان عندهم يعني اوقات الحقيقه اقتصاد منهار وكان عندهم اصلاحات اقتصاديه شارك فيها الشعب هي وحس بوجعها. هي نعم. الفكره ان الناس عارفه ان في مشروعات كبيره بس في نفس الوقت طيب ايه مردودها؟ خلينا احنا نقول مثلا لو العاصمه الاداريه بالنسبه لمشروع العاصمه الاداريه عدد اللي اشتغلوا في العاصمه الاداريه كام؟ تم توفير 40,000 فرصه عمل صحيح في وظائف متعددة، يعني طبعا قطاع الإنشاءات، قطاع البنية التحتية، قطاعات متعددة جدا، شركات عديدة جدا استفادت، عدد كبير جدا من بيشتغلوا في القطاع الإنشاءات استفاد بشكل كبير، تم التوظيف وتوفير فرص عمل كبيرة جدا، وبالتالي ده يعني استشعرته بعض الأسر اللي اشتغلت في هذا المنطقة. ودول رقم على فكرة يعني 40,000 فرصة عمل كل واحد منهم بيعول اتنين على الأقل، احنا بنتكلم في 120,000 أسرة النهاردة حصل لهم تحرك مادي كويس وانه بقى في فرصة عمل، دي مهمة جدا. خلينا نتكلم برضو على المستوى القومي، يعني نسبة البطالة قلت من 11% ل 9%، فبالتالي في شغل بيحصل وفي مشروعات بتتفتح. دلوقتي في 4,000 مصنع تم افتتاحهم، 4,000 مصنع يعني لو بيشتغل في كل مصنع
يعني 200، فحضرتك بتشغل عدد لا يستهان به. صحيح. برضو بتحل مشاكل كثيرة جدا لدى الشباب ولدى قطاعات مختلفة من اللي هيشتغلوا في المشروعات دي. مصر حقيقة فاتحة في مشروعات كثيرة، وفي نفس الوقت هي مستوعبة ان احنا بنشتغل على طبقات متباينة في المجتمع، في طبقات عليا، في طبقات متوسطة، في طبقات يعني محدودة الدخل. محدودة الدخل. في نفس الوقت يمكن احنا محتاجين ان يتم التركيز اكتر على المشاريع اللي هي تزيد من نسبة الطبقة الوسطى في المجتمع، لان هي الطبقة اللي بتتحمل اي اصلاحات اقتصادية في اي مجتمع كان. يمكن من هنا كان الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة على اساس قطاع الشباب، وعلى اساس كمان نغير ثقافة انتظار العمل الحكومي. يعني احنا محتاجين ان احنا برضو نعيد ثقافة بشكل مختلف في الفترة الحالية بما يتفق مع طبيعة احتياجاتنا. اعتقد ان برضو توفير العديد من السبل لإقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تحديدا ليه دور كبير في هذا الشأن. يعني هي كمان مهمة في حاجة، ان احنا شعب مش تجاري، يعني مش بنشتغل في التجارة. فاحنا يعني ممكن نكون مخاطر. بالضبط، ما عندناش مخاطرة، لكن تغيير في السياسات بيقابله تغيير في القيم المجتمع، ان هو يكون عنده قدرة ان هو يدخل مجالات جديدة، ان هو يخاطر، ان هو يفتح مجال جديد، انه يبتكر. تمام. اعتقد ان السياسات دي كلها هتنتج منظومة قيمية مختلفة عن اللي احنا بنعاني منها حاليا. صحيح صحيح. يعني دكتور كلام انا بشوف انه طول الوقت، وانا بشكرك، انه صحيح ده دور الاعلام انه يتكلم طول الوقت على هذه المشروعات ويفتح افاق الناس، انه خدوا بالكم في حاجات بتحصل بجد، الحاجات دي مردودها ممكن ما يكونش السنة دي، ممكن ما يكونش السنة اللي جاي، لكن مردوده جاي، لانه المشروعات دي مشروعات مستمرة وباقية، وفي منها مشروعات عملاقة، بنية اساسية، دول كتير جدا ما بتتقدمش عشان المشروعات دي مش موجودة. ولو بصينا حوالينا هنشوف طبعا بالتأكيد انه في دول كتير قوي عشان تعمل هذه المشروعات تكلف مليارات المليارات، وده الحمد لله بقى متوفر عندنا في مصر. الدور والباقي علينا احنا ننزل ونشتغل. شكرا جزيلا يا دكتور، نورتينا في مصر جميل. شكرا لحضرتك. ولسه مع كل مشاهدينا هناخد فاصل، وبعد الفاصل نتكلم كمان عن قطاع مهم جدا، يعني بتتجه الدولة الى التنمية وزيادة العائد الخاص منه، السياحة، وايه الجديد اللي بيتم تقديمه للسائحين الموجودين او اللي بنهدف الى تواجدهم في الدولة، وكمان تشجيع السياحة الداخلية. كل هذه النقاط هتكون مع حضراتكم في فقرتنا القادمة بإذن الله. عالم الجمال في مصر جميلة مع الأستاذ الدكتور منير ويليام لبيب، كبير أطباء جراحة التجميل، استشاري أول الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر، استشاري أول الأمراض التناسلية والعقم وأمراض الذكورة. عالم الجمال كل يوم سبت في مصر جميلة على الثانية.